بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقف الآن على أعتاب مسجد استقلال أندونيسيا الكبير المقام في قطاع غزة، المحافظة الجنوبية، مدينة خان يونس، وتحديدا في منطقة معن، حيث أقيم هذا المسجد قبل سنة من الآن بتمويل كريم من الشعب الأندونيسي المعطاء ومؤسسة كاسية وشركائها ومتبرعيها الكرام. سنقوم الآن باصطحابكم لتعريفكم بأبرز الأعمال التي تمت في هذه المنطقة. هذه الأعمال تشمل إنشاء هذا المسجد العظيم، بالإضافة لما تم من أعمال داخل المسجد مثل تركيب السجاد وتركيب جهاز الصوت وتركيب الكهرباء والأعمال المختلفة. سيصحبنا في هذه الجولة أحد اللجان العاملة في هذا المسجد، بالإضافة لكونه أحد المشرفين الذين قاموا بالإشراف على هذا المسجد ومتابعته أثناء فترة إنشاؤه وتنفيذه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معكم أخوكم المهندس محمد أحمد أبو نجا، المهندس المشرف على إنشاء هذا المشروع منذ بدايته حتى هذه اللحظة، وعضو اللجنة العاملة التي تشرف على بناء هذا المسجد. طبعا هذا المسجد بفضل الله تعالى تم البدء به منذ اللحظة الأولى في 10 من شهر مارس لعام 2019. بفضل الله عز وجل تم افتتاح هذا المسجد في 22/2 لعام 2022. المسجد احنا نقف على أبوابه. هذا المسجد يعني بوابة شمالية كبيرة تتسع لجموع المصلين، وكذلك بوابة غربية. هذه البوابة يعني تتسع لما يقارب 5000 مصلي لما يخرجوا من هذه الأبواب. طبعاً الآن نحن نقف في صحن المسجد. هذا الصحن الذي يتسع لحوالي 2500 مصلي. طبعاً بفضل الله عز وجل الصحن مجهز بتجهيزات عالية وراقية وتنم عن أصالة شعبنا الأندونيسي الذي قام بتبرعات هذا المسجد. طبعاً نتحدث عن السجاد. السجاد من أفخم أنواع السجاد الموجود والذي تم استيراده لقطاع غزة. طبعاً نتحدث عن هذا المتر المربع يحتوي على 1,200,000 غرزة. هذا السجاد مقاوم للحريق. هذا السجاد يعني سماكته 3 سنتي. طبعاً يخدم لأطول مدة زمنية تتسع لجموع المصلين. نحن الآن نقف أمام المحراب. طبعاً هذا المحراب أخو بهني طبعاً ما شاء الله، يعني في هذه اللوحة الرخامية في عدة عناصر من الرخام، من خشب CNC، من رخام الأونيكس، من الألومنيوم للستينستيل. طبعاً فيه الإنارة المضيئة، فيه مكان مخصص لشاشة العرض التي ممكن أن تتحدث للناس عن مناسباتهم أو تذكرهم بالأدعية والأذكار. أمام هذا المحراب القبة الكبيرة التي يصل ارتفاعها فوق سطح المسجد إلى 14 متر بقطر 10 متر. طبعاً ينزل منها هذه النجفة الكبيرة والجميلة. أبرز الموجودات لهذا الطابق، الطابق الأول، نتحدث عن غرفة الكهرباء وغرفة الإمام التي بها مكتبة صغيرة، وكذلك المراوح التي تغطي سقف المسجد، وبعض النجفات الجميلة التي تزين المسجد. طبعاً كذلك بالإضافة إلى السجاد الذي يغطي جميع الصحن. تم تأسيس أماكن للمكيفات التكييف طبعاً في كثير من جوانب المسجد، وبحاجة إن شاء الله تعالى إلى تغطيتها أو تركيبها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. نحن الآن على أبواب المتوضأ. المتوضأ يتكون من المغاسل للكبار والصغار. هذا الحجم ممكن يكون للشباب، وهذا الحجم ممكن يكون لكبار السن، مع كراسي يتمكن من الوضوء بكل أريحية. الدورات يوجد 14 دورة، هذه للقضاء الحاجة، وفي هذه الناحية تكون مكان للمياه الشرب مع ثلاجة لتبريد المياه.
ننتقل الآن إلى الطابق الثاني من مسجد استقلال أندونيسيا. نحن نقف الآن في الطابق الثاني من هذا المسجد، مسجد استقلال أندونيسيا الكبير. هذا المسجد أو هذا الطابق يتسع لعدد كبير من المصلين. في حالة ازدحام المصلين في الطابق الأرضي أو الطابق الأول، ينتقل المصلون إلى الطابق الثاني، لكن بالعموم يتم تخصيص هذا الطابق لصلاة النساء. كما ترون هذا الطابق حاليا غير مجهز، يحتاج إلى السجاد، يحتاج إلى المراوح، يحتاج إلى بعض أنظمة الإضاءة ومكيفات التبريد. أما هذا الطابق هو الطابق الثالث، هذا الطابق يعتبر طابق يعني يشابه الطابق الثاني، لكن يستفاد منه في حالة ازدحام المسجد، في حال امتلائه في الطابقين الأرضي والأول، سينتقل الناس إلى هذا الطابق الثالث. تم تخصيص الطابق الثالث كذلك ليكون مكاناً يتسع الناس في المناسبات المختلفة، سواء في مناسبات الأفراح أو المناسبات الثقافية أو المناسبات الوطنية التي تجمع الناس ليكون مجموعهم في هذا الطابق. نحن الآن نقف أمام القبة الكبيرة التي تعلو هذا المسجد. هذا المشهد نراه من على سطح المسجد العلوي، قبة كبيرة ومئذنة. القبة يبلغ قطرها حوالي 12 متر وارتفاعها 14 متر ونصف من على سطح المسجد. يعلو هذه القبة الهلال الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 3 أمتار. أما المئذنة التي تكسى بالحجر المقدسي الشريف، يصل ارتفاعها من على سطح الأرض حتى ارتفاع 44 متر، ويعلو هذه المئذنة كذلك هلال يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار. فضل الله عز وجل تم تعلية المآذن لتكون عليها مكبرات الصوت لتصل إلى أكبر مدى من المحيط من الناس حتى يسمع ويلب نداء الله تعالى. تم تزويد المسجد بالطاقة الشمسية، هذا النظام الشمسي يزود مرافق المسجد بالطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى محطة التحلية وبئر المياه الذي يزود مرافق المسجد من ناحية المتوضأ والدورات. ونسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يبارك لكم في أموالكم، في صدقاتكم، في تبرعاتكم، وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناتكم، وأن يبارك لعملكم ليكون فعلا انطلاقة عمل عظيم يخدم أهلنا وشعبنا المظلوم المحاصر. ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا قريبا، اللهم آمين.